لمصلحة فريق الوحدة. أصحاب السعادة يبحثون عن الهدف الأول في هذه المباراة. هنا ألان ماركيز يرفع الكرة بالرأس في المرمى، في المرمى يا سادة، النوايا موجودة لكن بكل هدوء. 1-0 عن طريق فاكوندو. بأن الوحدة حاضر اليوم، شوف هنا الركنية وهنا الرأسية وهنا أحمد حمدان. الكرة كانت صعبة لأن الرأسية كانت مباغتة تماما. الرأسية الجميلة. 1-0 لمصلحة فريق الوحدة عند الدقيقة 9. الرأسية من طرف فاكوندو اللي يسجل 5 أهداف في هذه المباراة، الذي يضرب الشباك في هذه اللحظات ويفرح هذه الأنصار الحاضرة في هذا المساء وظهوره في هذه المباراة بالوصول إلى المرمى. سيباستيان تيغالي يتقدم، سيباستيان ويسجل الثاني للوحدة، الثاني لأصحاب السعادة، ويشعلون القمة ويؤجلون الحسم حتى الجولتين القادمتين. هنا اللقطة اللي كانت واضحة تماما، وبالتالي الحديث عن الهدف الثاني لمصلحة الوحدة يأتي في هذه اللحظات ليتقدم الوحدة ب 2-0 يا أحمد يا حمدان. المساعد المدرب ومدرب الحراس في تشكيلة فريقي